هنتكلم يا جماعة على التحسس اللي بيجي في الجسم كله، مش في أماكن معينة، كويس، في الشهور الأخيرة من الحمل أو أثناء الحمل عامة. خلاص، ساعات بيبقى فيه حبيبات صغيرة كده، كويس. طبعا احنا في بعض الناس عندنا اللي عندهم حساسية من بعض الحاجات، خاصة الحاجات اللي منتشرة اليومين دول زي البطيخ أو الشمام أو المانجا أو البرقوق أو الخوخ، يعني بعض الفواكه بتكون فيها مواد بتساعد على ان ايه يبقى فيه حكه في الجسم كله. خلاص، اللي انا نصحت بيه دلوقتي، كويس، وريني اللي انت صورتيه بعد اذنك. خلاص، اهم حاجه الترطيب بعد الحمام، كويس. اول حاجه اتكلمنا عليها ايه؟ اول ما بنخرج من الحمام، كويس، بنعمل ايه اللي هو زيت جوز الهند، وانت لسه نص ايه مرطبه كده، زيت جوز الهند وتمسكيه وتروحي مرطبه بيه جسمك من فوق لتحت. خلاص، ادي زيت جوز الهند. في بانسينول كريم، كميه كده بتبقى كبيره، بانسينول كريم كده نازله جديده، كويس، تجيبيها برده وترطبي بيها جسمك مرتين في اليوم. خلاص، الفازلين برده منزل، الفازلين اللي هو الايس كول ده ب 26 ريال ممكن يستخدم عادي، كويس. والكالاماين ده ممكن برده نستخدمه عادي، زائد مضادات الحساسيه اللي ممكن نستخدمها بالليل. بنلبس قطن، كويس، واسع، ما فيش اي حاجه فيها علامات. خلاص، اللبس يبقى يعني مش تايت، خلاص، وقطن ومغسول كويس ومشطوف كويس، لان ممكن الكلور والداوني والحاجات والبرسيل والحاجات دي كلها، خلاص، بتتسبب في حساسيه ممكن الواحده العاديه تستحملها بس الحامل ما تستحملهاش. فلازم الغسيل يكون مشطوف كويس، يعني تشطف كويس، ممكن تعمل غسيل شطفتين، اخد بالك ازاي؟ بس دي من الحاجات المهمة جدا، كويس، وتسيبي جسمك يتهوى، خاصة في الايام دي. عارفة في حاجة كده زي اللي بنسميها احنا في مصر حمام النيل وكده، ده بيجي زي اللي انت وريتوني دلوقتي ده في الحر، وخاصة في الاماكن اللي هي فيها احتكاك، يعني وانت قاعدة في البيت البسي شورت، لو هتتمشي في البيت البسي شورت تحت الهدوم. خلاص، تمام، نجرب الحاجات دي ونشوف، لو زادت يبقى بترجعي لي مره تانية. خلاص، بتاخدي مضاد الحساسيه بالليل، بتعملي الكالاماين مرتين ثلاثه في اليوم، بتعملي الفازلين الايس كول ده مرتين ثلاثه في اليوم زي ما انت عايزه، بعد الحمام تاخدي حمام مرتين في اليوم، وبعد المرتين دول بتعملي كل جسمك بالايه؟ بزيت جوز الهند، كويس؟ عندك البانسينول كريم بتحطيه في كل جسم من اول شعر راسك لغايه رجلك. خلاص، اوكي؟ يعني شكرا.